ما كيدوش 4 سنين وكتجي الانتفاضة باب الغرابة، يعني الناس فرحانة باستقلال الحركة الاحتجاجية ورث خصوصا ما نسميها بالجديدة ورثات من الانتفاضات القديمة واحد الجزء 81 و84 كان النصف ديالها مؤطر والنصف ديالها غير مؤطر، ولذلك انتفاضة 84 تسمت انتفاضة الخبز ماشي انتفاضة السياسة. الحركة الاجتماعية هاد الأجيال الجديدة فاعلون جدد تربوا في فترة اللي فيها النخب السياسية كانت ضعيفة، إذن ما يمكنش بسهولة يدخل وتلا دخل لم يقبل بتسلطية جيل آخر سواء من داخل الأحزاب ولا من داخل الجمعيات، لذلك ولاو كيتحركوا. دابا شنو هو المجال اللي كيتحركوا فيه؟ ما يقلق النخب السياسية هو أن هذه الاحتجاجات كلها تدور حول أمور اجتماعية صرفة، الحسيمة، فيقيق، إيميدار، تيفلت. إذن إلا ما كانتش هاد النخب السياسية عندها أذن تنصت الاجتماعي كتبقى تتحدث غير بالسياسي، بمعنى تواصل ما كاينش، ويرجع الأمر إما أن الدولة مسؤولة أو وكتنفى المسؤولية، كاين فيه المسؤولية الذاتية ديالهم في التأطير والذاتية ديالهم في التنظيم. النقطة جوج باش نختم لك، لا يمكن الأحزاب السياسية أن تترافع بشكل دقيق على هذه الأفعال الاحتجاجية الاجتماعية بدون واحد الأساس علمي. الأثرياء الجدد هم دابا العنوان الكبير ديالهم هم الأبناء ديال مخطط الجيل الأخضر والمخطط الأخضر خصوصا في المجال القروي، لأن التركيز ديال السياسات العمومية الفلاحية توجهات بنموذج. شنو هو النموذج؟ ماشي هي الفلاح الصغير، هي الضيعات الكبرى، لأن المرمى الأكبر باش تدخل العملة هو التصدير. هذه النقطة الأولى. النقطة رقم جوج هي أنه لم تقم بإصلاح عقار الأراضي، لأن الأراضي الفلاحة الصغار هي أراضي صغيرة وما تمش تجميع ديالها، حتى المحاولات ديال التجميع كانت محاولة، إذن ولات كتتعرض للبيع. النقطة جوج هما أن هاد الأثرياء الجدد هادو ناس ماشي بحال الفلاحات ديال القرى، هما ناس متعلمون، وإذا لم تكن متعلما لن تتعامل مع الحاسوب، وإذا ما تعاملتش مع الحاسوب ما يمكنش تأخذ الدعم، ما يمكنش الفلاح مقاريشي يحصل على الدعم. اذا كياخذوا الدعم كله، كيقدروا يحصلوا على نقص في الضريبه. وثلاثه وهذه النقطه الاخيره، الان هم المحاورون ديال وزاره الفلاح.